ايه اللي تم في المعاينة، وان شاء الله حتى السقف، وطبعا هو ده اللي المفروض بيتعمل علشان يحمي هنا السلم، لكن هنا للاسف السقف برضه بتاع السلم الحديد بتاعه متاكل ومصدي هنا. بس مش باين زوامي عليه، هو مش ممكن هو الحديد بتاعه مصدي طبعا، الحديد ده متاكل طبعا خالص، لكن هيجي عليه وقت وهيشرف وهيقع. هو مشرف اصلا في الحديد باين. هو هنا فعلا السقف هنا هو مبلط، لكن هل هو عازل؟ الله اعلم. ماشي، بقى والله حضرتك اللي بيحصل براحتك. صل على الميه بتاع المطر اللي بتنزل هنا بتتسحب، مش زي اسكندريه، مش زي مثلا المناطق زي التجمع، زي الاماكن دي. المكان هنا عندك شويه الميه اللي بينزلوا دول عقبال ما بيشربوا من خرسانه مش هيوقفوا عند سكن معين. البوابه على طول الدنيا تمطر، بيكون بس هو اللي بوظ لك الحاجات دي. ايكوال املاح، تمام، اسف، بلس املاح، الاثنين يبقوا مع بعضهم عشان يدوني صدى الحديد. فصدى الحديد لازم يجي ميه مع الايه؟ ايوه ماشي. انا هو هنا لازم يتعزل. ماشي، ما هو دلوقتي يعني قبل ما نعمل هنعزل؟ لا بعدين. وبعدين على فكره في انواع عزل دلوقتي، مش شرط انك انت تعلي زيه كده وتعمل التكلفه العاليه دي. في انواع عزل موجوده دلوقتي في الشركات، ولا اي كل الكلام ده غالي. في حاجات دلوقتي رخيصه وسريعه، فوم يعني، وقف ومغالي. احنا هنعمل عزل بيدي حاجتين في وقت واحد، يمنع الميه وفي الصيف يمنع الحراره. لانه بيدي دهان، بيدي بريق ابيض ومستخدمينه، والناس حتى اللي هو احنا يمكن سامعيني دلوقتي مشاهدين عملنا لهم من سنه، وهم اللي بيطلعوا فوق وبيبصوا عليه وفي اماكن صعبه جدا زي الساحل وكده، وبيقولوا العزل زي الفل. هو مجرب وممتاز، حلو. انا هعمل دعايه للشركه لان انا ما قلتش اسمه، لكن هو كويس. لان المساحه بتاعتك كبيره، حرام يعني. ده تبعك؟ لحد هنا لغايه اخر تانك خزان، لغايه اخر خزان، ولا لغايه اخر البلاط ده هو؟ لا انت، لا مفيش عليك لغايه هنا، صح؟ انت لغايه هنا كده لحد هنا. طيب لغايه الماسوره دي، الجزء ده بقى ممكن ايه يدهن، تمام. يعني هيجي له بقى الماده، هما مادتين بيجوا، ماده بتتعمل الاول على البلاط على اساس انها ترم الشروخ، مسامات هي عباره عن مجموعه من المواد الكيميائيه بالاضافه لاسمنت ابيض، حاجات بقى كلها متضافه على بعضيها، تعمل عمليه ترميم للسقف ده بالكامل. وبعد كده يبتدي يستخدم بقى الماده من الجرادل بتاعتها بالروله، ويمشي يدهن كده لغايه ما ياخد ايه السقف كله، تمام. لو احنا لو هو عامل فرشه حلوه نظيفه قويه كده ناخد وش واحد، لو هو عامل وش سريع يبقى وش يمين ووش عمودي عليه. ماشي، ما تخليهاش بقى تطلع حد.